قبل ما نخرج فاصل، بعد الفاصل هنتكلم على ارتفاع الأسعار، والحقيقة أكيد كلنا بنشعر بارتفاع الأسعار في أسعار الأكل العادي، الخضرة خضر والفواكه والبقالة وكل حاجة، كل حاجة بقت مرتفعة بشكل كبير. طبعا عندنا مجموعة من الأسباب، النقل، حظر التجوال، مشاكل كثيرة، المظاهرات، قطع الطريق، كل دي مشاكل تؤدي إلى في النهاية إلى ارتفاع الأسعار. وممكن نقول ان احنا في سوق حر، ما نقدرش ان احنا نعمل نفرض فيه سعر على التاجر، وده كله عرض وطلب. لكن الحقيقه في قضيتين وهنناقشهم بعد الفاصل. اول قضيه ان الحكومه الحقيقه مشكوره، قامت عن طريق المجمعات الاستهلاكيه بإعلان تخفيض من 10 ل 15% في الأسعار آخر 10 أيام من كل شهر. وبالتالي آخر 10 أيام من كل شهر في تخفيض، وده مهم جدا لأن كمان المدارس داخلة، ودي مبادرة مهمة جدا قامت بها الحكومة فيما تملك، وما تملك هو المجمعات الاستهلاكية التابعة للحكومة. فين بقى دور القطاع الخاص؟ يا ترى فين كل السوبر ماركتس الكبيرة اللي وجعت راسنا ودماغنا إحنا مش إخوان؟ وهرينا واعلانات بقى نازله في رمضان، ودفعوا فلوس اعلانات ايه من هنا لبكره. لو قلت لكم الميزانيه بتاعت الاعلانات اللي نزلت عظيمه جدا، شكرا، احنا متشكرين، يعني عايز متشكرين احنا وكل القنوات الاخرى. فين دوركم الوطني انتوا يا سوبر؟ وهسميهم بالاسم بقى، خلينا ايه عشان انتوا عارفين انا بحب الاسامي، يعني ببقى سعيده بالاسامي. مترو، خير زمان، عندنا مثلا هايبر، كارفور، فتح الله، المحمل، مين كمان يا جماعة؟ أولاد رجب. فين الناس دي؟ الناس دي كلها فجأة مش موجودة معانا. يعني الأسعار عالية جدا، مفيش، ما سمعناش عن مبادرة واحدة من كل هؤلاء اللي طول النهار مصدعين دماغنا، والله احنا مش اخوان. يا أستاذة لميس احنا مش، حاضر يا أستاذ، انتوا مش اخوان. طب أنا مالي انتوا اخوان ولا مش اخوان؟ انتوا مواطنين مصريين، انت تاجر مصري يا ما كسبت. امتى هتتنازل عن جزء من أرباحك لصالح مواطن مصري ممكن يدعي لك أو لصالح هذا الوطن؟ امتى؟ امتى؟ أرباحك، وإحنا عارفين إن أصحاب هذه المجمعات دول من أكبر شريحة للأرباح، تاجر التجزئة وكل التجارة الداخلية دي من أكتر شريحة بتحقق أرباح. فين مساهمتك في إنك تريح المواطن؟ فين مساهمتك إن إحنا نعبر هذه المنطقة؟ أنت شايف وعارف الأسباب. وبكلم أيضا المصنعين، الجبن، مصنعين البقالة، اللحوم، الجزارين، فين الناس دي؟ فين الشركات الكبرى الألبان؟ طول النهار احنا مش اخوان، احنا يا جماعة طيب ماشي. فين مشاركتك ومساهمتك في تخفيض الأسعار؟ ما شفت الشركة طلعت كده قالت أنا عندي، أنا حزو الدولة وخفض من 10 ل 20% أو 15% أو 5% يا سيدي قبل دخول المدارس. ما سمعتش ده، ما سمعناش ده على الاطلاق، وكان الناس دي اختفت وقالت لك اوريدي انا عندي مشاكل، يعني انا اوريدي بخسر والاستهلاك ما بقاش زي الاول والناس ما بقتش تشتري زي الاول وعندي بضائع تركيه ما حدش بيشتريها وكذا وكذا وكذا. ده جزء. الجزء الثاني ايضا على الحكومه، الحكومه تستطيع عن طريق الماده 10 من قانون حمايه المنافسه ان تتدخل في تحديد سعر سلعه أو اتنين لظروف قصوى. والمادة دي موجودة وقانون معروف وقانون حماية المستهلك يعرفه الجميع.